اهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس الكل في درس جديد حلقه جديده من سيري مصطلحات اندرويد كالعاده مصطلح مهم برشا يخص لآندرويد باش نحكي عليه في الفيديو نتاع اليوم ونحكي على الجوانب الكل اللي تخصه نعاود نذكر اللي الحلقات الكل نتاع سيري مصطلحات اندرويد وكيف كيف مهمين برشا اللي نتاعهم الكل موجود في الديسكريبسيون متاع الفيديو هذا تنجموا ترجعوا تفرجوا في اي ابيزود فيهم وسي سي الكل زاد نتاع سيري تطبيقات ما بعد الروت أه دونك كالعادة قبل ما نبدا في ليكسبليكاسيون نتاع الفيديو نتاع اليوم نخليكم مع الانترو نتاع الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى المصطلح اللي مش نحكي عليه في الحلقة الثانية من سيري مصطلحات أندرويد هو البريك مش نفسر لكم شنو البريك كيفاش تعرف اللي تليفون بتاعك بريكت شنو ما انواع البريك شنو ما الحاجات اللي تسبب البريك وزادا باش نقدم لكم دي بريكوسيون دونك احتياطات لازم تاخذوهم بعين الاعتبار باش تجنبوا انه التليفون نتاعكم يصير له بريك حلقه مهمه برشا ناس كل باش تتفرج فيها على خاطر حتى لو كان السوجي ما يعنيكش ينجم المشكل هذا يصير لواحد من صحابك دونك هكا تبدا انت عندك درايه بالسوجي وتفسر بالطبيعه السوجي هذاك لصاحبك ولا زادا تنصحه شنو يعمل باول حاجه باش نبدا بها هي التفسير نتاع البريك البريك الترجمه الحرفيه نتاعها هي القرميد واحد يجي يتسائل يقول شنو علاقه القرميد بالسمارت فون بكل بساطه آه كلمه بريك عندها بطبيعة سونس بوليسيميك وبالتحديد عندها معنى في الالكترونيك تقول انت بريك واحنا نحكيو على الالكترونيك المقصود بها هو بروبليم نتاع آه كونفيغراسيون غالطه والا خلينا نقولوا فيرموير مضروب والا زاد حتى بروبليم تاع هاردوير تسبب في انه الديفايس هذيك ما عادش تخدم كلك سوا بطبيعه هي سمارت روتور دونك اي ديفايس في مجال الالكترونيك في بالي واضح برشا بالطبيعه زاده البريك نجمو تستعملوها حتى كفيرب بالطبيعه طاولوا يستعملوها كفيرب سيرتو معناها في السمارت فونز وانه كلمه البريك تشارت برشا خلينا نقولوا في الهواتف الذكيه بالطبيعه نحكيو على الاندرويد دونك واحد يقول اي بريك ماي موبايل فون ولا اي بريك ماي سمارت فون يقصد بها انه تسبب في بريك للتليفون نتاعو توا فيما يخص البريك كيفاش تعرف اللي التليفون نتاعك بريكت دونك شنو هو الحاجه اللي تصير في التليفون نتاعك وتعرف اللي التليفون نتاعك توا هو ولا بريكت فون بكل بساطه وقت تحل انت التليفون نتاعك بتبعث لك كليك على هذاك نتاع الباور اون التليفون نتاعك يتحل يخرج لك اللوغو نتاع المانيفاكتشر بالطبيعه اللي ماخذ منها التليفون كيك سوا هي سوني اتش تي سي ماعرفش انا هواوي ايفرتيك سامسونج وانت ماشي ويبقى لك بالطبيعه كان اللوغو التليفون بالطبيعه يبقى فك اللوغو وما يدخل لك التليفون نتاعك إيه كي كنقولوا الى التليفون نتاعك إيه ابريكت سي وقت اللي انت تحل التليفون نتاعك إيه والتليفون يخرج لك اللوغو مثلا نتاع المانيفاكتشر ومن بعد يتسكر وحده وزيد يعاود يتحل يقف في اللوغو ويزيد يعاود يتسكر اتسيتيرا إيه ان سي دو سويت هكا كنزيد نقولوا الى التليفون نتاعك إيه ابريكت إيه حاجه اخرى زيد أه خلينا نقولوا مالوروزمون خاطر هي حكاية تخص الروت مالوروزمون فما مانيفاكتشرز دونك يعملوا بروتيكسيون في التليفونات متاعهم باش أوكا أو انتي جيت تعملوا في روت التليفون يولي بريكد خلينا نقولوا ما مالجري ما هو بورسنتاج صغير برشا لكن هذه بالرسمي آه حاجه كاتاستروفيك شركات تحط في بروتيكسيون التليفونات نتاعها آه باش تتجنب ان تصير فيها خلينا نقولوا اي التيرياسيون في السوفتوير وير نتاع التليفون اي خلينا نقولوا تغيير في السوفتوير وير بتاع التليفون تعمل بروتيكسيون باش انت كي تجي تعمل له روت التليفون تصير له ابريك مالجري البورسنتاج صغير برشا اما راي موجوده هذاك علاش لازمني نذكرها بالحاجة الرابعة اللي تنجم تصير للتليفون وتعرفوا اللي هو بريكت فون هي انه تحل التليفون نتاعك تكليك على بطون باور اون التليفون ما يتحلش تبقى تكليكي تكليكي التليفون ما يتحلش لا حياة لي مانتونيت ما هذاك زاد الديد فون هذاك زاد نجمو نعتبروه بريكت فون هذا فيما يخص شنو معناها البريك وكيف كيف زاد كيفاش تعرف اللي التليفون نتاعك بريكت نكملو مع باقي البوان مش نحكي عليهم في الابيزود نتاع اليوم بعد الفاصلة ذي فيما يخص الانواع متاع البريك فما زوز انواع فما السوفت بريك وفما الهارد بريك باش تفرقوا ما بين السوفت بريك والهارد بريك بكل بساطه بكري وقت لحكيت كيفاش طلع على التليفون نتاعك صار بريك ولا عن طريق مثلا انه يتحل ويقفلك لك في اللوجو ولا يبدا يتحل ويتسكر اتسيتيرا هذوك الكلهم يتسموا سوفت بريك دونك التليفون نتاعك يبدا سوفت بريكت الو كو في الكام تاع الهارد بريك وقت تحل انت التليفون نتاعك بالطبيعة بوطون باور اون ما يحبش يتحل كومبليتمون هذاك راهو التليفون نتاعك هارد بريكت ظهري لي تاوريت تفرقوا ما بين السوفت بريكت فون وما بين الهارد بريكت فون بي توا خلينا نحكيو زاد على الفيكس نتاع السوفت بريك والهارد بريك بالنسبه للسوفت بريك اي مستعمل عادي وعنده درايه بالفلاش يعرف الفلاش التليفون نتاعو يعرف في الكوستوم كيفاش يخدم بيه وسيرتو انه التليفون نتاعو يبدا فيه كوستوم ريكوفري راهو نجم يصلح التليفون نتاعو كي يبدا سوفت بريكت او مش كيفاش باهي مثلا من الطرق انك اه تصلح التليفون نتاعك يبدا صار له سوفت بريك نجم انت تحل الكوستوم ريكوفري وتمشي تعمل وايبينج للكاش والديتا دونك تفسخ الكاش والدوني التليفون نتاعك ينجم يرجع يخدم بالطبيعه بعد ما تعمل له ريبوت و مثلا دو بريفيرونس ساميو تبداو الناس الكل تعرف كيفاش تعملوا هارد ريزيت للتليفونات نتاعكم ما غير ما يتحل التليفون خاطر الشركات جينيرالمون تحط كومبينيزون دي بوطون بيان دي باش كي التليفون نتاعك يبدا مسكر تنجم تعمل له هارد ريزيات ما غير ما تحلو دي بريفيرونس ناس الكل تبداو تعرف الحاجه هذيا باش اوكا او صار له تليفون نتاعك سوفت بريك هكا تجرب له انت الهارد ريزيات خاطر نجم يصلح لك المشكل دونك راهلي واضح برشا اكل الهارد ريزيات والا تمشي الكوستوم ريكوفري وتعمل وايبينج كاش اند ديتا باي حاجه اخرى اوكا او بياش هذه ما تو سامبل موت فلاش التليفون نتاعك بروم جديده هذا بالطبيعه نحكيك في الكام تاع السوفت بريك تفرش التليفون نتاعك بروم جديده التليفون نتاعك مش يرجع يخدم غير حتى مشكل أه دونك هوني زاده مش نعطيكم مش شو ثالث او كاو تليفون نتاعك ما حبش يقبل الروم هذيك اللي حبيت تفلاشيه بها دو بيفيرونس ترجع تفلاشيه بالكوستوم روم أه عفوا تفلاشيه بالستوك روم نتاعو دونك ترجع الستوك روم نتاع التليفون نتاعك لولانية خاطر بارفوا ما يقبلكش هو روم اخرى تفلاشي بستوك روم التليفون نتاعك يرجع يخدم سافا دونك ظهري واضح برشا بكل بساطه يا جرب له الهارد ريزيت ويبين كاش اند ديتا من الكوستوم ريكوفري والا هكا كما قلت لكم دي بوتون تختلف حسب المانيفاكتشر متاع التليفون نتاعك والا بكل بساطه تجرب تفلاش التليفون نتاعك بروم والا بستوك روم او مثلا الروم ما فيما يخص الهارد بريك يبدا التليفون هارد بريك كيفاش تصير له ريباراسيون بكل بساطه تكون باستعمال الجي تاغ دونك لو كانت كان انتريسي بالموضوع هذا تنجم تشوف الجي تاغ كيفاش يستعمل باش تصير ريباراسيون كيبدا التليفون هارد بريك سوجيت ويل برشا كما حكيت قبيله هاردوير دونك مانيش باش نغوص في الموضوع هذا هاك عطيتكم لي ميثود سوفت بريك واللي جينيرالمون خلينا نقولوا تسعة وتسعين بالمية من الناس الكل تبدا المشاكل اللي عندهم سوفت بريك مش هارد بريك في الكام تاع الهارد بريك هاو كعطيتكم كيما نقولوا احنا المفتاح نتاع الباب اللي هو الجي تاك تنجم انت كما حكيت تنجم تغوص في الموضوع هذاك وتفركس في دي ديتايل كلها اللي تخص الجي تاك كيفاش يستعمل باش يتنحى الهارد بريك للتليفون وتيتصلح ويرجع يخدم اموره فالابل باه تو حكيت انا على شنو هو البريك شنو هو الديفيرونس ما بين الهارد بريك والسوفت بريك كيفاش تعرف اللي التليفون نتاعك بريك وكيفاش يتصلح التليفون كي يبدا بريكت قاعد زوج حاجات الحاجه الاولانيه شنو الاسباب اللي, اللي تنجم تخلي التليفون نتاعك بريكت والحاجه الاخرى هي البريكوسيون دونك شنو الاحتياطات لازم تاخذهم بعين الاعتبار باش تتجنب البريك في التليفون نتاعك دونك شيفام اشتراوه معايا بعد اخر فاصل في الفيديو هذا أولاً نجي لاخر دو مش باش نحكي عليهم في الابيزود نتاع اليوم من مصطلحات اندرويد واللي كيما حكيت قبل الفاصل هما شنو هما الحاجات اللي سببو بريك للتليفون نتاعك شنو هما لي لازم تاخذهم بعين الاعتبار باش تتجنب انه التليفون نتاعك ما يصيرلوش بريك بالنسبه للبوا الحاجات اللي سبب بريك للتليفون متاعك مثلا تبدا تفلاش أنتي في التليفون نتاعك بالطبيعه مثلا مش ناخذ في الكام تاع سامسونج ساب اودين في البي سي بروجرام اودين في البي سي. رابط التليفون نتاعك بالبي سي باستعمال كابل يو قبل ما يكمل البروسيس متاع الفلاش انت نحيت الكابل يو اس بي تتسبب في بريك للتليفون متاعك حاجه اخرى يبدا البروسيس نتاع الفلاش قاعد يمشي والتليفون نتاعك يتيح شارج كي كي تتسبب في بريك للتليفون نتاعك هذاك علاش اي شخص يقدم لك بروسيدور نتاع فلاش نتاع التليفون نتاعك ولا نتاع اي تليفون ديما دو دي انديكاسيون ياكد عليهم ولي هما عمرك ما تنحي كابل يسبي قبل ما يكمل البروسيس نتاع الفلاش و سي لازم التليفون نتاعك يبدا مع شارج قبل ما تبدا في البروسيدور نتاع الفلاش بهذو مزود حاجات إنش مسبب لك البريك حاجه اخرى جيت فلاشي في التليفون نتاعك بروم تبدا ماهيش كومباتيبل معاه دونك تبدا الروم هذيك ماهيش نتاع التليفون نتاعك وانت تجي مش تفلاشي بها اكيد تسبب في بريك للتليفون نتاعك هذه حاجه ثالثه حاجه رابعه جيت تفلاشي في التليفون نتاعك مثلا بروم تبدا الروم هذيك نتاعو صحيح لكن تبدا الفيشي كورابتد دونك تبدا الفيشي مضروبه هكاك كيف كيف زاد التليفون نتاعك يصير له بريك يظن مثلا اربع حاجات الحقيقه أه بالطبيعه الحاجات اللي تسبب بريك النوبر نتاعك كبير برشا ما نجمش نحصرها انا في الفيديو خاطر مثلا كيما حكيت مثلا في الوقت الفيديو ينجم حتى الروت يتسبب في بريك حاجه اخرى مثلا في الكام تاع سامسونج مثلا انت تحل البوت الوادر نتاع التليفون نتاعك وما باش نرجع نحكي على البوت الوادر بوسك كي ديجا حكيت عليه في حلقات نتاع قبل من مصطلحات اندرويد دونك تعمل اللوك البوت الوادر بتاع التليفون نتاعك ومن بعد تعمل في ميزاجور للتليفون نتاعك بالسامسونج كيز والا مثلا بالقطة. اكيد التليفون نتاعك يصير بريك اتسيتيرا دونك مانيش باش نكمل خاطر بالحق النوبر نتاعي كبير مثلا نعطيكم فكره اخرى بار اكزومبل تصب انت ابليكاسيون في التليفون نتاعك بدا التليفون نتاعك روتي تفسخ بها مثلا في شي سيستم في التليفون نتاعك كيف كيف زادت تسبب في بريك اتسيتيرا وصلت آخر بوان اللي هي متعلقه بالبريكوسيون احتياطات لازم تاخذهم بعين الاعتبار باش تتجنب البريك التليفون نتاعك ولا لا قدر الله صار بريك كتب تلقى روحك انت حاضر اول حاجه كيما حكيت قبيله في الفيديو لازم تبدا تعرف كيفاش تعمل ريزيت للتليفون نتاعك ما غير ما تحلو دونك الكومبينيزون دي بوتون بيان ديترميني باش تعمل ريزيت للتليفون نتاعك واللي تختلف على حسب المانيفاكتشر نتاع التليفون نتاعك يختلف من سامسونج ليفرتيك للسوني ال اتش تي سي الاواوي وانت ماشي به هذه حاجه ثاني حاجه لازم تعمل باكوب للتليفون نتاعك دونك هذه المعلومه هذه اللي تخص الباكوب ترجع للأبيزود 5 و سي... آه عفوا 6 و من مصطلحات اندرويد تتفرج في الحلقات لكم وتفهم شنو انا حكيت فيهم باش تعرف شنو الباك اب وتعرف كيفاش تقوم بالباك اب باش تتجنب اي مشكل يصير في التليفون نتاعك دونك باكثر ديتاي ترجع للبيزود هذوك وتتفرج فيه اول حاجه الريزيت تعرف تعمل ريزيت ما غير ما تحل التليفون نتاعك تعمل باك اب للتليفون نتاعك وهوني انديكاسيون صغيره نزيدها لحكايه الباك اب اللي لازم تعمل كوبي من الباك اب في البي سي وكوبي في التليفون نتاعك بتبعتلك مش تعمل باكوب باش يبدأ في الاس كارت من المفضل وتحط واحده اخرى في البي سي علاش خاطر بارافوا تخسر الباكوب اللي تبدا في الاس دي كارت نتاعك لاقدر لها بروسيدير يتسبب لك في كوربشن للكارت ميموار نتاعك دونك الكارت ميموار نتاعك تتضرب تخسر انت الباكوب اللي عندك في الاس دي كارت وتلقى روحك عاجز باسكو ما عندكش باكوب اخرى هيك علاش من المفضل تحط باكوب في الاس دي كارت والباكوب الاخرى تحطها مثلا في كارت ميموار نتاع تليفونك الاخر ولا نتاع تليفون خوك ولا انا ولا في البي سي نتاعك ولا في فلاش ولا انا في اي بقعه اخرى باش تبدا مضمونه ومحميه لا قدر الله صار لك مشكل في الباكوب اوب الاولاني هاكا عندك باكوب ثانيه حاضره بهذه بزوز حاجات دونك الباك والريزيت حاجه اخرى مثلا لازم تبدا تعرف شنو هو الفاست بوت وشنو هو وتعرف تخدم به باش تتجنب اي مشاكل تنجم تصير لك وتسبب لك في بريك للتليفون نتاعك هذا من ثلاثه حاجات بحاجه اخرى لازم كي تجي تفلاشي في التليفون نتاعك بروم لازم تبدا متاكد الف بالمية اللي الروم هذيكا نتاعو هذه ظهر لي انديكاسيون ما كمش في حاجه انكم تعرفوها خاطر مش معقول تفلاش التليفون نتاعك بروم ماهوش نتاعو وتبدا معناها مش متوقع ان التليفون نتاعك يصير له بريك هذوما اربع حاجات حاجات اخرى مثلا كي تبدا تعمل في بروسيدير بيان ديتيرميني باش تعمل اوبتيمايزيشن للتليفون نتاعك باريكزومبل مش تجي ما نعرفش انا أه تعمل له اوفر كلوك السي بي يو والا مثلا حكايه الرام بالصواب اتسيتيرا اي اي بروسيس بالطبيعه باش تعمل فيه أوبتيمايزيشن للتليفون نتاعك ولا تعمل فيه التيراسيون كيلك سوا في السوفتوير وير بتاع التليفون والا في الشي سيستم الموجودين في التليفون نتاعك لازمك بالطبيعه تقوم بروسيدير كيما اللي يوريك البروسيدير اكد عليه انا قاعد نحكي لكم توا في الابسوليه على خاطر مثلا البروسيدير مش يختلف من حاجه لحاجه اي شخص مش يوريك بروسيدير باش تعمل اديسيون اه والا تعمل التيراسيون بالطبيعه نقصد بالتيراسيون شونجمون في الفيشيه سيستم في التليفون نتاعك لازم تطبق البروسيدير كيما وصاك كيما قال لك اللي عطاك البروسيدير خاطر تنجم انت تغلط في تاب عند ديتيرمينيت تسبب في بريك للتليفون نتاعك ظهر لي واضح هكي انا نكون كملت الفيديو نتاع اليوم في بالي حكيت على البوان اللي يخصوه من شنو البريك شنو الديفيرانس؟ والانواع نتاع البريك حكيت على السوفت والهارد بريك وشنو هو الاسباب نتاع البريك وكيفاش تعرف التليفون نتاعك بريكت وسي كيفاش يتصلح التليفون كي يبدا بريكت كلك سوفت والا هارد وسي حكيت عليه لي الاحتياطات لازم تاخذهم بعين الاعتبار باش تتجنب اي مشكلة يصير لك التليفون نتاعك كيف كيف زاد حكيت على الاسباب اللي تسبب لك لبريك هذا الكل حكيته في الفيديو نتاع اليوم كي مريت السوجي كان تريسي ما غير ما نوصيكم كان تحب فيديوهات كيما كي ما, كي ما كانت كليك لايك و بارطاج و صحابك و تعرفه انتريسي أه نتلاقاو على قريب فيديو اخرين من الوقت هذا دوبك مع بسلامه